هم أهل البيت الذين أراد الله إرادة تكوينية أن يطهرهم؟ من ذول؟ زوجات النبي صلى الله عليه وآله أراد الله إرادة تكوينية أن يطهرهم؟ هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد الله أن يطهرهم تطهيرا تكوينيا؟ ذلك الرجل بعد يومين من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصعد فوق المنبر، مو احنا روينا هذا الحديث، هم رووا هذا الحديث. اقرأوا كتاب السبعة من السلف، يذكر مصادره من كتب العامة. قال: إن لي شيطانا يعتريني، فإذا اعتراني فاجتنبوني. هذا هو الذي طهره الله وأذهب عنه الرجس. هذه صورة، وصورة ثانية: علي صلوات الله وسلامه عليه يقول: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. هذا هو الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا؟ أو ذلك الرجل الذي يقول: إن لي شيطانا يعتريني، فإذا اعتراني فاجتنبوني. هذه صورة وهذه صورة. الصديقة الطاهرة صلوات الله عليها التي يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها، هذه هي من أهل آية التطهير ويطهركم تطهيرا. أو تلك المرأة التي، راجعوا صحيح البخاري، ما أقول مكان بعيد، صحيح البخاري وهو أهم كتاب عندهم، يذكر هنالك في باب زوجات النبي صلى الله عليه وآله النبي يشير إلى بيت تلك المرأة ويقول: عجيب، في صحيح البخاري هذا الحديث موجود، كيف أن الله أراد أن يظهر الحق من أفواههم وفي كتبهم وبأقلامهم؟ يقول، أشار إلى بيت تلك المرأة وقال: ها هنا فتنة الشيطان، من هنا يطلع قرن الشيطان. هذا في صحيح البخاري، راجعوا صحيح البخاري. هذه مرأة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، وتلك مرأة يطلع من بيتها قرن الشيطان وبيتها محل فتنة الشيطان. الشاعر يقول: حفظت 40,000 حديث. يقولون كانت تحفظ 40,000 حديث، ومن الذكر آية تنساها. تحفظ 40,000 حديث ولكن الله تعالى يقول: وقرن في بيوتكن. النبي في حجة الوداع خاطب زوجاته، قال: هذه الحجة ثم ظهر الحصيرة، يعني هاي آخر مرة تطلعون، بعد هذه الحجة اللي هي حجة الوداع إلزموا ظهر الحصيرة في البيت، قعدوا في بيتكم. هذه الحجة ثم ظهر الحصيرة. والله يقول: وقرن في بيوتكن، ولكن تخرج ذلك الخروج المعروف، وتقتل في هذه الخروج 17,000 واحد من أبنائها. هذه هي التي طهرها الله وأذهب عنها الرجس، هذه أم هذه؟ سمعت، راجعوا كتاب السبعة من السلف، موجود ويذكر مصادرها واحدا واحدا. سمعت يوما من الأيام
رجلا أو امرأة تقرأ قوله تعالى وقرن في بيوتكن فأخذت تبكي حتى ابتل خمارها من بكائها ولكن بعد خراب البصرة بعد قتل 17,000 واحد من الجانبين ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخر الآية فكيف بمن يقتل 17,000 واحد هؤلاء هم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ابن عباس يدخل عليها في لحظات الاحتضار فقال لها كلاما فقالت دعني يا ابن عباس لوددت أني كنت نسيا منسيا راجعوا كتاب السبعة من السلف حتى تعرفوا شنو معنى نسيا منسيا لا أتمكن أن أقوله فوق المنبر ليتني كنت نسيا منسيا